السلام عليكم. اليوم سنكون مع مثال رائع جدا عن الالتفات في القرآن الكريم، نوضحه ونبينه، كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا في حلقة سابقة عن الالتفات في القرآن الكريم، والالتفات هو التغير في لهجة الخطاب ولغة الخطاب من المخاطب إلى المتكلم أو من المتكلم إلى الغائب وغير ذلك، وذلك لأسباب بلاغية ودلالية عالية. وذكرنا مثالا عن ذلك ما جاء في سورة آل عمران في الآية التي تقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. واليوم سنكون مع مثال آخر رائع جدا عن الالتفات في القرآن الكريم من سورة ياسين، وهذا المثال فيه عدة مواضع جاء فيها الالتفات بدلالة بلاغية عالية من رب العالمين. يقول الله تعالى في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه ثمان آيات جاءت في سورة ياسين، وفي كل آية تقريبا هناك التفات. فلنتابع معا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. نلاحظ في الآية صفتان للخطاب، الأولى تتحدث عن هذا الرجل الذي جاء بصفة المفرد الغائب، ثم تنتقل مباشرة إلى المخاطب من قبل الرجل لقومه إذ يقول يا قوم اتبعوا المرسلين. فهناك في الآية غائب ومخاطب ومتكلم أيضا هو الرجل. والآية التي بعدها: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهنا متكلم ومخاطب أيضا هم القوم، والحديث بالغائب الجمع عن المهتدين، والمهتدون هنا هم الرسل. والآية التي بعدها: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وأيضا هناك متكلم الرجل ومخاطب القوم، وأيضا هناك الحديث بالمفرد الغائب عن الله جل جلاله في جملة وإليه ترجعون. أما الآية التي بعدها: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وأيضا في هذه الآية هناك متكلم وهو الرجل، وهناك مخاطب القوم، وهناك حديث بالمفرد الغائب عن الرحمن الرحيم، وهناك حديث أيضا بجمع الغائب عن الآلهة التي لا تنقذ من شيء. ثم تأتي الآيتان: إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، وهنا أيضا متكلم وهو الرجل، ومخاطب وهم القوم، وحديث بالمفرد الغائب عن الله جل جلاله بعبارة إني آمنت بربكم فاسمعون. وأيضا كلمة فاسمعون فيها خطاب من المتكلم وإلى المخاطب وهم القوم. وبعد أن يبين الله في هذه الآيات خطاب هذا الرجل لقومه وكيف يبين لهم دلالة الإيمان ولزوم الإيمان وعدم اتخاذ آلهة وأصنام من دون الله، جاء اختصار شديد وبالتفات رائع، واختصار لكثير من الحوادث والأمور والأحداث التي جرت مع هذا الرجل. إذ بعد أن نصح قومه وبعد أن بين لهم، مباشرة انتقل الله تعالى
إلى جملة قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وهذا الالتفات وهذا الاختصار الشديد فيه دلالة بلاغية عالية، وهي أن الحياة ستمضي في لحظة، وأن حقيقة الحساب قائمة وآتية لا ريب، وأن هذا الحساب سيؤدي إما إلى النار وإما إلى الجنة. وهذا الرجل الصالح الذي نصح قومه وأمرهم بالإيمان وبين لهم حقيقة الإيمان قيل له ادخل الجنة مباشرة. وهنا في هذه الآية نجد الالتفات في أعلى صورة بلاغية ودلالية، ففيها حديث بالمفرد الغائب عن الرجل قيل ادخل الجنة، وفيها مباشرة وفي نفس الآية يتكلم الرجل في التفات الرائع ويقول يا ليت قومي يعلمون. هذا لأنه حين قيل له ادخل الجنة رأى الحقيقة بأم عينه، وأيقن أن الإيمان يوصل إلى الجنة، وتمنى أن يعلم قومه هذه الحقيقة، فقال يا ليت قومي يعلمون. والآية الأخيرة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وأيضا فيها متكلم وفيها غائب عن رب العالمين الذي جعله من المكرمين. هذا هو الالتفات في القرآن الكريم، دائما يأتي لأسباب بلاغية ودلالية عالية تختصر الكثير من المشاهد وتبين كثيرا من الحقائق، لتضعنا مباشرة أمام الحقيقة المطلقة، لحظة الحساب ولحظة دخول الجنة كما بينا في هذه الآيات. هذا هو قرآن ربنا العظيم، وهذا هو كلام الله المعجز. فلنتدبر ولنتعلم ولنتأمل ولنعمل. دمتم بخير وسعادة، دعوات الدائمة لكم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.